مرحبا وأهلا وسهلا بالجميع على قناتي. اليوم بقدم لكم طريقة عمل زربيان السمك والمطفاية. الناس اللي ما تعرفش إيش هي المطفاية إن شاء الله اليوم بتعرفوها من خلال الفيديو. أول حاجة أقوم بتحمير بصل مقطع شرائح طولية في زيت ساخن، أقلبه من حين لآخر حتى أتحصل على اللون الذهبي. أخرجت البصل المحمر في صحن موضوع عليه ورق المطبخ، وبنفس الزيت قمت بقلي بطاط مقطعة شرائح دائرية كما تلاحظون. أثناء ما تتحمر معانا البطاط أقوم بتبهير شرائح السمك كما تلاحظون من أعلى وأسفل علشان أقليها بعد ما تتحمر البطاط. الآن قمت بإخراج البطاط، وبنفس الزيت أقوم بقلي شرائح السمك. أقلبهم من الجهتين حتى يتحمروا. في هذه الأثناء أقوم بعمل الأرز المسلوق، وذلك من خلال وضع ماء حتى يغلي وعليه ملح، ملعقة كبيرة من زيت قلي البصل، ويجب أن يكون الأرز مستوي بحدود 3/4. ثم أقوم بتصفيته من الماء. الآن في وعاء الطبخ أقوم بوضع البصل المحمر مع البطاطا، وأحتفظ بقليل من البصل المحمر جانبا، وأضفت كمان طماطم مقطع مكعبات وثوم مفروم مع البهارات، ملعقة من الطماطم، معجون الطماطم، وأقلبهم مع بعض. ثم أضيف لهم السمك، طبعا قبل أضفت ملعقة من زيت القلي وماء مع صبغة الأرز. وما تخافوش من الطماط، كله بينجح بالبخار، من بخار الأرز. والآن أقوم بوضع شرائح السمك، ومن ثم عليهم الأرز، وأرش باقي البصل المحمر مع القليل من صبغة الأرز، وأغطيهم وأضعهم بحدود 15 دقيقة على نار هادئة. الآن أقوم بعمل مطفاية السمك، ذلك أولا بوضع ملح ومعجون الفلفل الأحمر البسباس العدني، وذلك بتبهير السمكة، ثم أقوم بقليها في الزيت. الآن أقوم بإخراج
السمك المقلي وأضعه جانبا، وبنفس الزيت أضع بصل مقطع شرائح مع فلفل أخضر حار وأقلبهم. لإحمرار البصل أضع فص من الثوم المفروم وأقلبهم، ومن ثم أقوم بوضع طماطم مقطعة مكعبات والبهارات عبارة عن ملح وفلفل أسود، أقلبهم مع بعض، ومن ثم أضع ملعقة كبيرة من الفلفل الأحمر المطحون اللي هو البسباس العدني ومعجون الطماطم، وأقلب الجميع مع بعض. وضعت القليل من الماء، ومن ثم الكزبرة الخضراء والشبت المفرومين وقلبهم مع بعض. أعيد السمك المقلي مرة أخرى إليهم وأغطيهم حتى يتسبكوا مع بعض. هذه هي طريقتي في عمل زربيان السمك والمطفاية، إن شاء الله تعجبكم، وأتمنى من الجميع تجربتها، وما تنسوش اللايك والاشتراك بالقناة، وبالعافية.